بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب المتابعين، جاي لكم النهاردة بفيديو مهم جدا، تابعيه للآخر هتستفاد بمعلومة فعلا ما تتقالش بتمن. احنا كلنا عارفين ان في ناس كتير بتشتكي من نقص فيتامين د، وبدل الخطر ما تروح تشتري فيتامين د حبوب، وغير كده تمن بيبقى غالي، ويا ترى ما انتش عارفة هيأثر عليك ولا لا، وفيتامين د لازم باستشارة طبيب وتحليله غالي، والوش ده كله. انا جايلك بمعلومة مهمة جدا، وهي ايه؟ شايفة ايه اللي معايا ده؟ ده اسمه تين مجفف، اهو حضراتكم تين مجفف. بتجيبيه بقى من عند العطار، من السوبر ماركت، من اي حاجة، من اي حد يعني انت ايه جنبك، تمام؟ بعمل بايه يا ميرة؟ هنعرف مع بعض. تبقى معايا الفيديو لاخر لحظة، هتشوفي معايا كل معلومة مفيدة فعلا. ما تبعديش عن الموبايل ولا تقفلي الفيديو لحد ما تعرفي المعلومة اللي هقولها لك. طبعا انا بفتحه واحدة واحدة يا جماعة. طب بتفتحيه ليه يا اميرة واحدة واحدة؟ علشان خاطر ما تكونش مسوسة، انت برضه ما انتش عارفة تقفل مصانع هل بتبقى مسوسة ولا لا. طالما كويسة كده وحلوة. طبعا انا عندي هنا برطمان ازاز يا جماعة، لازم يكون ازاز طبعا، سواء بتشتريه خاص بال يكون عندك يعني التخليل ولا كده، ولا بتاع اي صلصه او اي حاجه، وايه لازم يبقى مغسول كويس ونظيف وناشف، وتعقميه بميه سخنه الاول بعد كده تنشفيه. واحط اللي انا هشوفها خلاص ايه يعني، افتحها كويس اهو زي ما بوريك حضراتكم اهو. اهو كويسه كده، يبقى ايه بحطها. وهنعرف ليه بحطها دلوقتي في البرطمان يا جماعه، الازاز اللي قدامي ده. معلش لازم تشوفي واحده واحده اهو، لقيتها كويسه وكل حاجه تمام زي ما قلت لحضراتكم، بحطها في البرطمان. ما تغسلوهوش يا جماعه لان هو انا عايزاه مجفف. بصوا دي بايظه، تخيلي بقى انت لو حطيتيها وهي كده، جيها واحده اروح اغير الجوانتي واجي لكم تاني. غيرنا جوانتي اهو يا جماعه، وايه علشان ايه نفتح التانيه اهي، دي كويسه كمان اهي، دي مش بايظه، هي بس اللي هي بتبقى ايه محمره من جوه ومجففه. لازم تفتحي واحده واحده يا جماعه عشان ما تبقاش مسوسه، يعني لازم ما تقولش بقى يعني ده مجفف وده اكيد بص، لا ما تبقاش مفتوح يا جماعه، ده شغل مصانع بتجففه كده زي ما هو بقى. انت عليكي قبل ما تحطيه واحده واحده لازم تكوني فاتحاه وواثقه من نظافته، بس ما بنغسلش. هو اهم حاجه ان انت ما تحطوش مبلول اهو. بصوا ما شاء الله اهي، حتى لو عامله كميه يا جماعه لازم تفتحيه، محدش بقى ايه يستعجل ويقول لك لا انا هحطه زي ما هو، لا اوعي. بس ما تقسموش، خلي الواحده بوحدتها، يعني انت بتفتحيه من النص وتخلي الواحده بوحدتها. بصوا دي يا جماعه انا معلش انا اتاخرت عليكم عشان اتاكد هل هي تين حمراء ولا تينه مسوسه. لا لقيتها مسوسه اهي. بصوا الغمقان قوي زياده عن اللزوم ده، لا تمام نركنها على جنب. ياهي اللي بتبقى بيضه زي الشمعه دي، طبعا تحطها وانت مغمضه. نحطها برده في البرطمان. ودي برده باينه من جوه اهي ان هي نضيفه كده. خلاص حطينا كل الكميه اللي عندنا طبعا، كل واحد والكميه اللي عندك خلاص. طب هنعمل ايه تاني بقى يا اميره؟ طب انت خلصتي وفتحتي التين كله وعملتيه، ولازم احطه في البرطمان زي ما قلت لحضراتكم. نقوم حاطينه بقى يا جماعه، نقوم حاطين نملى البرطمان، لازم نغطي كل التين اللي عندك ده، نغطيه بزيت الزيتون. يا سلام ايوان، لازم تغطيه بزيت الزيتون. انت بتحاولي يا جماعه بتعملي فيتامين د طبيعي،
تمام. فالفيتامين الدال الطبيعي ده لازم ان انا اتنين البرشوم، البرشوم ده بيكون منقوع في زيت الزيتون كل يوم تاخدي واحده على الريق انت وافراد اسرتك، واحده على الريق قبل الاكل، واحده بس تمام. طيب والمرضى السكر على فكره يا جماعه مهمه جدا 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 لمرضى السكر، وامن ما تقلقوش منه برضه، تاخد واحده ايه على الريق. ان الاطفال الكبار السن الامراض السكر ربنا يشفيهم جميعا وعافينا وعافيكم طبعا بياخدوا الواحده، وبتقوم مغطيها بزيت الزيتون تمام. انا هنحطه مع بعض طبعا. دي بعد ما بتخلصي كميه التين، بعد ما تخلصي كميه التين دي مش هنرمي زيت الزيتون، لا انت بتخليه زي ما هو في البرطمان، بتطلعي بالمعلقه على قد العدد الافراد اللي انت تاخديهم، تاخديهم كل واحد واحده، وبتسيبي زيت الزيتون تحطي فيه تاني، تفتحي برده المكمله تجيبيها تاني. طب هل احنا بنصلا بناكله تاني يوم يا اميره على طول؟ لا طبعا ما بناكلوش تاني يوم، ده لازم يا جماعه هنغطيه بورق فويل. طبعا انتوا كلنا عارفين ورق الفويل بنغطيه، او تحطيه لو مش عايزه تغطيه حطيه في مكان ضله، يعني في المطبخ في ضلفه من ضله في المطبخ من جوه، ما يكونش متعرض للشمس او للضوء، يعني مثلا ما تحطوش تحت فوق الرخامه تحت لنده، او تحطيه مثلا جنب الشباك لا، او تحطيه في مكان يعني في شبابيك مفتح الضوء ساقط عليه لا، ده عايز في مكان ضلمه، هيكون تخليه مثلا في المطبخ في ركنه في المطبخ لمده اسبوع، بعد الاسبوع بتبتدي تاكل منه. على فكره يا جماعه ما تتعوش من بيتك، ما تبخليش على نفسك، مهم جدا يا جماعه الفيتامين د بفضل الله بيقوي الاعصاب، بيقوي وبيزيل بامر الله طبعا وشفاه والله، بيزيل الام المفاصل والام الاعصاب لكل افراد الاسره. طبعا اغلب الناس بتشتكي من الام المفاصل والام الاعصاب والركب وكده، على فكره يا جماعه جربيه وامشي عليه، بص اقل من شهر هتلاقي بفضل الله وطبعا والشفاء والله النتيجه مبهره، غير الحبوب عشان معدتك ما تنكيش تاخدي حبوب فيتامينات، لان حتى لو بتاثر بس بتاثر على المدى الطويل. وهنغطيه قدام حضراتكم يا جماعه.